بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام وهو السنة، وانتهينا في المرة السابقة بحمد الله تعالى من الكلام على حجية السنة وبعض التفصيلات المتعلقة بهذا الموضوع. ونشرع اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في الكلام على ثبوت السنة، وذكرنا وفي ثنايا كلامنا على حجية السنة أنه وذكرنا أن هذا من أهم ما ينبغي أن ينظر به أعداء السنة، فنحن نسألهم ابتداء: من سمع الكلام مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم هل يسعه ألا يمتثل إن كان أمرا أو نهيا، أو ألا يصدق إذا كان خبرا؟ فإن قالوا نعم يسعه كفر، لأن هذا مصادمة صريحة لما في القرآن. وإن قالوا لا يسعه بل يلزمه، قلنا لهم أقررتم بحجية السنة من حيث المبدأ، وبقي السؤال أنكم تقولون أن السنة لم تنقل بالطريقة التي تثقون أنتم بها، مما يعني أن جيل الصحابة رضي الله عنهم لزمهم شيء من الدين ثم لم يلزم من بعدهم. متى ارتفع هذا الشيء من الدين؟ متى ارتفع لزوم؟ وكيف عوضته الأمة؟ وما هي التفاصيل التي علمها الصحابة وعملوا بها ثم لم يعمل بها من بعدهم؟ وهل معنى هذا أن الدين كان كاملا ثم نقص إلى غير ذلك من الإلزامات؟ ثم المخرج من هذه الإلزامات، المخرج من هذه الورطة، أن نقول لهم طالما أنكم قد أقررتم بحجية السنة من حيث المبدأ، إذا أقررتم أن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة لزمه أن يصدق خبره وأن يمتثل أمره، فلا بد حينئذ أن تعلموا أن ثمة وسيلة لكي تنقل هذه السنة إلى يوم القيامة، لأن الدين الذي لزم الصحابة ينبغي أن يكون هو الدين الذي يلزم الجميع. وهذه الطريقة هي التي بحث فيها علماء السنة الذين هداهم الله تبارك وتعالى واستقامت فطرهم على أنه لا بد لهذا الدين من حفظ. فأول ما بدأ يوجد واسطة بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الدين، تصدى العلماء لبيان ما ينبغي أن تكون عليه هذه الواسطة، وهذا فيما عرف بعلم مصطلح الحديث. إذن لا بد السنة جزء من الدين باتفاق الجميع، ولكن العقلانيون يزعمون أنها سقطت، وإن كانوا لا يستطيعون أن يحددوا التاريخ الذي سقط لزومها فيه ولا يحددوا الإلزامات الكثيرة التي ذكرناها. وأهل السنة يقولون بل بقيت وحفظت بنص القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل الكتاب والسنة، وبالإلزام العقلي بأنها إذا كانت جزء من الدين فلا بد أن تحفظ ولا بد أن تنقلها الأمة. هذه القضية. إذن نحن الآن نتكلم على أن السنة نقلت إلينا بواسطة، وأن الواسطة هذه تحتاج إلى نظر. القضية قضية عقلية لا تحتاج إلى كبير عناء إذا تأملت فيه، لأن حياة الناس تقوم على أخبار،
ولا يستطيع الإنسان أن يحد نفسه بما يدركه بحواسه مباشرة. تخيل مثلا علم كعلم الجغرافيا، لو أن الإنسان يزعم أنه لا يثق في الأخبار، لا يعرف أكثر لا نقول من حدود بلدي، من حدود بيتي أو شارعي، ولا يعرف شيء عن الدنيا، ولا يخرج نفسه من هذه الحسابات. الإنسان يعمل في عمل، في تجد الآن مؤسسات ضخمة، ولا يمكن للإنسان أن يرى المدير العام للمؤسسة أو كما يقول رئيس مجلس إداراتها، ولا حتى من هم أعضاء المجلس الإدارة، ومع هذا تصله أخبارهم، وهي أخبار ملزمة فيلتزم بها ويمتثل. إذن الدنيا قائمة على أن هناك أخبار، ولا بد لكل إنسان أن ينتج آليا دون أن يدري قاعدة يميز بها الأخبار التي يثق بها من التي لا يثق بها. تعال أنت الآن إذا ما جاءك الخبر، ونفترض الصورة البسيطة جدا، وهذه يمكن تعميمها بعد ذلك، يأتيك الخبر ينقل لك واحد، أنت لم تشهد الواقع، ولكن يأتي في العمل مثلا شخص ويقول أن المدير يطلب من الناس كذا، أو يعطي الناس غدا إجازة، أو يفعل كذا. هذا خبر ينقله لك واحد، ماذا تفعل في هذا الشخص الواحد؟ تقول إن كان ممن يوثق بخبره قبلنا به، وتجد أنه بيحصل امتثال وإذعان وبناء على هذا الخبر. وإن كان ليس كذلك من مروج الإشاعات كما يقولون أو غير هذا، فأنت ترفض الخبر. رفض الخبر يساوي أن تعتبره أنه لم يأتي. هذا الرجل يأتي يقول أن إدارة الشركة قررت أن غدا إجازة، فأنت تقول كأنه لم يأتي. من المحتمل تقول أما إذا جاءنا نفس الخبر عن طريق مصدر موثوق سنعمل به. إذن خبر غير موثوق به لا يقوي الخبر ولا يضعفه، لا يثبته ولا ينفيه. هذا غير موثوق به، قد يصدق وقد يكذب، وبالتالي لا يعتمد أحد على أخباره، ويعتبر خبره كأن لم يكن. هذا يفعله كل العقلاء، ولا يوجد من يشترط في أمر مهما بلغت خطورته وأهميته أنه لا بد وأن يسمعه بحواسه، أن يسمعه من المصدر مباشرة أو يراه بعين في المصدر مباشرة. وهكذا في شؤون، إذا خرجت خارج شؤون العمل فتذكر شؤون الدول، وكل هذه الأمور تقوم على أخبار. ولكن في الأمور الحياتية غالبا ما يكون الذي ينقل واحد، ولكن هناك قواعد يطبقها الناس آليا على هذا الواسطة بينك وبين المصدر الرئيسي للخبر، وأنه إذا كان وفق هذه القواعد أهل الأن يصدق خبره، تجد الناس قد صدقت وامتثلت ويعني فعلت ما ينبغي ما يترتب على هذا الخبر، وإلا اعتبروا الأمر كأن لم يكن. تجد مثلا هناك جرائد تنشر أخبار منسوبة لمسؤولين، هذه عند الناس وسيلة ثقة فيعتمدون عليها. مثلا يوجد الآن مواقع انترنت ليست مصدر ثقة، تنشر أخبار عن لأنها يمكن أن يكون الذين يخبرون فيها غير معروفين وغير مسؤولين، فإذا قرأت الخبر في الجرائد المعتمدة بأنه فيما يتعلق بالشؤون العامة للناس
وثقت به وعملت به، وإن وجدت في غيرها اعتبرت كأن لم يكن، أو على الأقل اعتبرت ما زال يحتاج إلى تأكيد لم تقبل. طيب، هذا الكلام كما ذكرنا كلاما فطريا، وإذا رجعنا إلى نموذج نقل السنة لوجدنا أن التابعين عاشوا هذه التجربة، إن الناقل لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل واحد، ولكنه في أعلى درجات الثقة، التابعين ينقلون عن الصحابة، ولكن ربما نقل بعضهم عن بعض، بدأ يكون هناك قدر من الاحتياط، ولكن لم تظهر هناك أزمة. لماذا؟ لأن ما زال الواسطة بين مصدر الخبر وبين المخبر طبقة واحد، هذا الواسطة غالبا ما هو مصدر ثقة تامة بالنسبة للمخبر، لأنه عادة ما كان الذي يخبر صحابي والمخبر تابعي، واستقر لدى التابعين أن الصحابة كلهم عدول، واستقر لديهم يعني تعظيم الصحابة، واستقر لديهم ورع الصحابة، فلم تظهر المشكلة. المشكلة ظهرت بعد ذلك. لنعود إلى المثال الواقعي بغض النظر عن نقل السنة ذاته. قد تأتيك بعض الأخبار ويفصل بينك وبين مصدر الخبر سلسلة من الناقلين، لم يعد أن هناك ناقل واحد. الفكرة في الناقل الواحد واضح، أنك تنظر في حاله، هل هذا ممن يوثق بخبري أم ممن لا يوثق بخبري. ولكن في كثير من الأحيان تجد أن بينك وبين مصدر الرئيسي للخبر سلسلة من الناقلين، وليكن اثنان يروي أحدهما عن الآخر. الآن نفترض مؤسسة كبرى لها فروع، وهناك مدير لأحد هذه الفروع. إذا دخلت أنت على هذا المدير، مدير الفرع، فقال إن المدير العام لهذه المؤسسة قرر كذا وكذا، فالآن أنت بينك وبين مصدر الخبر واسطة، ولكنها واسطة في أعلى الدرجات، واسطة أنت تثق بها تماما وتعتبر وجودها كأنك استمعت من المصدر الرئيسي مباشرة، مع أن هو يسند الخبر إلى ذلك المصدر ليس من قراراتي، يقول أن المدير العام للمؤسسة قرر كذا وكذا، وبناء عليه كما ذكرنا هذه الأمور تكون ملزمة لكل الفروع. نفترض الصورة الأخرى مرة ثانية، أنه يأتيك من يقول أنه دخل على مدير الفرع فأخبره بكذا وأمره أن يخبر العاملين به، أخبره بكذا نقلا عن المدير العام، أصار أنت الآن بينك وبين المصدر الرئيسي للخبر اثنان يروي أحدهما عن الآخر، شخص يخبر عن آخر عن هذا المصدر الخبر. الآن أنت ليس مجرد ذكر مدير الفرع كاف في أن تقبل بالخبر، لأنه لو كان كذلك لكان ذكر المدير العام كاف، لكن أنت الآن صار هذا الشخص يمكن أن يختلق خبر على مدير الفرع ويقول سمعت مدير الفرع يقول، فإذا أنت تنظر في حال ذلك الرجل مرة ثانية، فإن كان ممن يوثق بخبره صدقته فيما نسبه إلى من فوقه إلى مدير الفرع، لأنه أنت تعلم أن هذا الذي يخبرك لم يرى المدير العام ولا ادعى أنه رآه، هو ادعى أنه رأى مدير الفرع وسمع منه، فأنت تحقق فيما يقول. إن كان هذا الرجل ممن يثق بخبره فإذا أنت تثق في أنه سمع مدير الفرع يقول أن المدير العام قال كذا، ثم تقول وهذا مدير الفرع هل ممن يثق بخبره فيما يسنده إلى المدير العام؟ نعم. إذن أنت الآن حصلت لديك الثقة بهذا الخبر، ويلزمك أيضا الامتثال، والذي يمتنع يعرض نفسه للعقوبة ويعرض نفسه لألا ينسجم مع الحياة.
أنه يمكن أن تأتي أخبار وتكليفات في غاية الأهمية، وليس في وسعه أن يقف منها موقفا محايدا، لابد إما أن يصدق وإما أن يكذب، لا يسعه أن يقف موقف محايد، ويأتي الخبر عن طريق واحد يروي عن الثاني عن طريق سلسلة. من هنا نأخذ القاعدة العامة، أنت الآن هب أن هؤلاء ثلاثة يروي أحدهم عن الآخر، أنت سمعت الخبر من من؟ من شخص ما. هذا الشخص يروي خبر واحد، القضية عندما تفككها تجد دائما أنت أمام شخص يروي ما سمعه أو رأى. هذا الأول يقول لك سمعت فلان يقول، يقول سمعت فلان يقول سمعت فلان يقول سمعت فلان أنه قال كذا. فهذا الأول لا تسمع منه أنت، أنت تتحقق في شيء واحد، هل هذا ممن يثق في خبره أم لا؟ فإن كان ممن يثق في خبره وثقت أن الذي فوقه قد قال، إذن أنت استبعدت هذا من أن يكون فيه مشكلة. ولكن ماذا قاله الذي فوقه؟ ماذا قال؟ قال أنه سمع فلان أنه، إذن أنت الخبر كلما تصعد في السند كلما تأكل من الخبر جزء، لأن كأن الخبر كان في الأصل عند المصدر الكلام الأصلي أو القرار الأصلي، عندما نقلوا أول ناقل من جهة المصدر قال فلان يقول كذا، الذي ينقل عنه سمع خبر مركب من جزئين، الكلام الأصلي وإن فلان هو الذي سمع، أضاف إليه جزء أنه سمع من فلان أنه سمع من فلان، أصار الخبر مركب، السند والمتن كأنهم جزء واحد. وأنت تأتي إلى بالعكس ممن سمعت منه، فإن كان ممن لا يوثق في خبره فقدت الثقة بالخبر كاملا. في المثال الذي ذكرناه يأتيك شخص من مروج الإشاعات في فرع الشركة ويقول لك مدير الفرع يقول أن المدير العام قد قال، أنت ليست القضية أنك تتهم مدير الفرع أنه سيروج إشاعة، ولكن التهمة جاءت من قبل من؟ من جهة ذلك الناقل. إذن فأنت تنظر دائما إلى واحد فقط، إن كانت فيه آفة ورد أن يكون قد لفق كل ما فوقه، نسب إلى الغير أنه سمع غيره أنه قد قال، فانقطعت الدنيا. وإن كان ممن يوثق به قلت نعم هو سمع، لأن نفترض هذه الصورة، يأتيك زميلك في العمل في فرع الشركة ويقول، وهذا ممن يوثق بخبر، يقول لك ألا ترى إلى فلان ينقل عن مدير الفرع عن مدير العام أنه قال كذا، هذا الذي يحدثك ممن يوثق بخبر، أنت لا تنظر إلا في من يحدثك، إذن فهو صادق فيما يحكي عن فلان أنه قال كذا. إذن أنت أمامك الآن الخبر صار حذفت منه قطعة، صار ليست مؤثرة، اطمأننت إليها، وأمامك أن فلان يقول عن مدير الفرع أنه كذا، وفلان هذا ممن لا يوثق بخبر، صار الخبر هكذا قد سقط. يأتي أحد يقول ما نبحث في مدير الفرع، ماذا سنفيدنا؟ ما لعل هذا قد لفق عليه، طالما أنك لم يصل إليك إلا من طريقي، وهذا ممن لا يوثق بخبري، سقط الخبر، سقط أي كأنه لم يكن، لأن يمكن بعد قليل يأتي يكون هذا الرجل صادق فعلا هذه المرة، لأن من لا يوثق بخبري لا يعني أنه سيكذب طوال عمري أو سيخطئ طوال عمري، ولكن أنت الآن لا تثق به فكأن الخبر لم يأتي، ثم يأتيك من الطريق الموثوق. يبقى دائما أنت بتنظر في واحد، فإن وإن كان محل تهمة ورد أن يكون كل ما وراءه من كذبه أو من خطأه،
فسقط، وإن وافقت به انتقلت إلى من فوق، لأنه ليس معنى كونه هو ثقة أن الأمر قد تم، أنت فقط تثبت أنه قد سمع ممن فوق، ولكن لعل الآفة في من فوق. لذلك شبه علماء الحديث هذا الأمر بالسلسلة، وهي فيها تطابق شديد في المعنى الحسي. انظر السلسلة تجر بها الثقل، سلسلة مكونة من حلقات، لو كانت السلسلة مكونة من ثلاث حلقات، اثنتان منهما في غاية المتان وواحدة ضعيفة، تأتي تشد بها الثقل تنقطع العروة الحلقة الضعيفة، فلا تجرؤ فلا تقوى على جر الثقل. هكذا السند مع المتن الحلقة الضعيفة تنقطع. الآن لو السلسلة أطول والحلقة الضعيفة في النص، الحلقة الأولى سليمة الثانية سليمة، وتأتي هذه تنقطع، تجد أن أنت قد انقطعت. ما هذا؟ ما الذي حدث من الانقطاع؟ أنت وثقت في أن هذا الذي يحدثك أنه سمع بالفعل من فوق، وأن الذي فوق سمع من من فوق، وأن هذا قد سمع من شخص لا يوثق بخبره. ماذا قال هذا الذي لا يوثق بخبره؟ أنه سمع من فلان أن فلان قال أن فلان، ولعله هذا كله من وهمي. فلا عبرة بالحلقة القوية التي فوق الضعيف، ولا بالقوية التي بعدها. ولذلك يأخذ السند درجة تقييم كما تقيم سلسلة من أضعف حلقاتها. ده تيك سلسلة لو أن حلقتها ليست على درجة متانة واحدة، ويقال لك هذه السلسلة ما هو الثقل الذي أستطيع أن أجره به؟ تقول هذه سلسلة لو جررت بها 50 كيلو مثلا تنقطع. لماذا؟ لأن فيها حلقة ضعيفة، بينما باقي حلقاتها تستحمل أن تجر بها 100 و200. ولكن هذا تقيم قوة السلسلة بأضعف حلقاتها. هذه هي باختصار علم المصطلح، أنه صار بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، من أول عصر تابع التابعين، هو من أول عصر التابعين كان في واسطة ولكنهم كانوا من الصحابة فلم يكن هناك مشكلة، ثم بعد ذلك في عصر تابع التابعين ظهرت القضية، قضية وجود التثبت في الواسطة التي تنقل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الناس هنا، ولعل بعضهم ممن يزعمون الثقافة والعلم، يقولون كلام في عدم إدراك لهذه القضية. يأتي مثلا كلما لم يعجبهم شيء يقول هناك أحاديث ضعيفة، هناك أحاديث ضعيفة وهناك أحاديث صحيحة. وكما ذكرنا الناس في حياتهم الدنيا وجود الكذب لم يمنعهم من أنهم لحاجتهم إلى أن يسندوا الأقوال لقائليها، لا يمنعهم هذا من أنهم يبحثوا ويتحروا، لا سيما إذا عظمت قيمة الأمر. مشكلة الناس أنهم يزعمون ويظنون أنهم بوسعهم أن يستغنوا عن السنة، هذه القضية في الواقع. فأول ما يجد مشقة يقول نستغني بالقرآن، من الذي قال؟ وقد ذكرنا هذا في حجة السنة، قل لهم لن تستطيعوا أن تستغنوا بالقرآن، لابد له من شرح. إذن لابد من تكبد هذا العناء، كما يتكبده الناس في أمر الدنيا في تمييز الأخبار لا سيما التي يحتاجون إليه. فالبعض أحيانا يستسهل، وكلما كلمته عن دليل من السنة قال هناك أحاديث ضعيفة، هناك وهناك، وطريقة التمييز واضحة وموجودة.
العكس تماما. تجد البعض احيانا يفعل بدعه معينه ودليله فيها حديث ضعيف، او تقول له هذا ضعيف، انتم بمزاجكم تجعلون قول النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا. لا، ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع احد من الناس ان يجعل فيه مقبول ومردود او صحيح وضعيف. نحن نقول لكي يكون الكلام دقيق وواضح، الأقوال والأفعال والتقريرات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم على الواسطة التي نسبت هذا الكلام إليه والتي وصل إلينا هذا الكلام عن طريقه. إن كانت هذه الواسطة مما تقوم الثقة بها وصفنا هذه الواسطة بأنها مقبولة، وأثبتنا وأسندنا القول أو الخبر أو الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا صح عنه. لماذا؟ لأن الواسطة التي نقلت ذلك الخبر واسطة مقبولة. وأما إن كانت هذه الواسطة واسطة مما لا يوثق بخبرها، نقول لم يصح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. وذلك حتى المحدثين يقولون لا تقل في الحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وإن هذا كأنه يتعارض مع أن بعد كده هتقول عليه ضعيف. وإن كان البعض يتساهل من باب أن كلمة ضعيف توضح روية، قول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنه قال كذا وهو ضعيف، روية معناه أنك لسه سايب لنفسك فرصة. ولا وبعدين بالعكس بقى، روية بالذات لو انت نظرت في الحديث خلاص، او ان علماء الحديث نظروا فيه وقالوا روية، يبقى كذا كأنهم بيقولوا روية ولكنه لم يصح، وإلا لقالوا ثبت او قال او نحو ذلك. فاذا الكلام في الكلام على الواسطة. هناك امر اخر بعد الكلام على ان الان في عصر التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم صار هناك واسطة بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغ سنته. علماء الحديث أرادوا أن يسهلوا الأمر على الناقد. أنت الآن محتاج أنك تنقد لكي تميز المقبول من المردود. نرجع تاني للمثال بتاع العمل أيضا. الآن صديقك جاء يخبرك أن فلان أخبر عن مدير الفرع عن المدير العام أن الكلام كان، فماذا صنعت أنت؟ احتجت أن تنظر في أمر ذلك الصديق، حتى ولو كان أنت بالفعل مستقر في نفسك أنه هو ثبت ويوثق في خبر، هذا قدر من النظر، بمعنى أنك استحضرت أن الذي يخبرك هو فلان ثم نظرت في أمر من ينقل عنه وهكذا. لكن أحيانا يأتي يخبرك، أنت مثلا لم تذهب إلى العمل، فيخبرك إن اليوم مثلا تم صرف مكافأة أو كذا، أنت هذا أمر تستحق. أتسأله من الذي أخبرك؟ يقول هذا رأيت كل الخلق يتجهون إلى الخزينة يصرفون هذه المكافأة. فالقضية هنا مش قضية فلان اللي يوثق بخبره وفلان اللي مروج إشاعات، لا، القضية هنا أن صار الأمر أعلى من ذلك، فأنت لم تعد محتاج أن تعرف أعيان الناس. أو حتى لو عرفت أعيانهم وقال لك فلان وفلان 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 كانوا جاءوا من الخزينة وقالوا إن هناك يصرف كذا، فحتى لو كان الأول ممن يشك في خبره ثم ولكن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فأحيانا يصل الأمر إلى درجة لا تحتاج معها إلى البحث. ليه؟ لأن في الأخبار وارد أن احنا الآن بنختزل الصور، نتكلم على مجتمع مغلق، مجتمع عمل كي بس تتضح،
فكأنك مستصحب معايا أن كل ما بنقول فلان قال فلان كأن فلان ده معروف للناس كلها، إما صادق وإما كاذب. فإيه التصحيح والتضعيف في العمل على المكتب كده يعني، لكن في أمر الحديث مش كده. ده أنت هناك كل ما بتطلع لطبقة جديدة من طبقات السند معناها مراجعة كتب الرجال والتراجم إلى آخره. فالبعض يقول هناك درجة لا تحتاج إلى ذلك، أن يكون الخبر يأتي من طرق متعددة بحيث يزول أي احتمال أن يكون ده في كذاب كذبه أو في واحد أخطأ في نقله. فحينئذ بدأ العلماء يفرقوا ويقولوا أن هناك شيء يسمى التواتر، من أنه إذا كان الخبر يأتي يروي عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فيغنيك عن تتبع شخص شخص، ويمكن أن تكتفي بهذه الكثرة عن نقد آحاد هؤلاء الرواة. ثم أن الثقة التي تحدث في النفس بخبر كهذا ثقة عالية جدا، من جهة أنه يكاد يصل احتمال الكذب أو الخطأ فيه إلى الصفر. هذا شريطة ألا يكون هناك احتمال أن يكون اتفق على الكذب، وشريطة ألا أن يكون مستندهم الحس. ممكن تجد ده أحيانا طلبة الثانوية العامة في الجمهورية بحالها يدخلوا الامتحان يجاوبوا مسألة فيها كمين في وضعها، كلهم يغلطوا فيه، 90% منهم يخطأوا فيه ويطلعوا إجابة واحدة، وفي الآخر إجابة دي خطأ، لأن مستندها العقل والحساب والاستنتاج والاستنباط. فيمكن أن يخطئ عدد كبير جدا في آن واحد في استنباط مسألة ما، لكن احنا نتكلم يكون مستندهم الحس، سمعوا رأوا يكون سمعوا أو رأوا أو نحو ذلك، لا يكون ما ينقلونه استنتاج أو رأي في مسألة ما. إذا كان كذلك فهذا أمر يعني يخرج عن نطاق الشك إلى اليقين. فلذلك بدأوا يفرقوا بين المتواتر والأحاديث. فهناك نوع درجة من درجات الرواية لا تحتاج إلى النظر في آحاد الرواة، وإذا كان يروي عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. احنا عندنا قد اتفقنا على أمر أن الخبر الذي ينقل عبر عدة وسائط يأخذ بعضهم عن بعض أو عدة طبقات في الواسطة هو في النهاية خبر واحد، عندما تنظر إليه في بالنسبة إليك هو خبر ممن يخبرك به. هذا الخبر يخبر عمن فوقه أنه سمع فلان أنه سمع فلان، لكن هو عند تبسيطه هو خبر واحد. وبالتالي هذا التواتر ينبغي أن يطبق على كل هذه الطبقات، يعني لأن القضية هنا تقول أنه أخبرك من تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بأن فلان، وده شخص واحد كلهم سمعوا منه، ما لعل فلان هذا قد أخطأ أو وهم أو كذب. فإذا لابد يكون أنه في كل طبقة من الطبقات عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بحيث لا يحصل في إحدى طبقاته أي احتمال أن يكون في خطأ أو وهم من شخص واحد. يبقى إذا عندما نتكلم عن خبر نقل عبر سلسلة فلا بد أن شاء لكي يحكم على هذا الخبر بالتواتر أن يكون أن يروي في كل طبقة من طبقاته عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
ما الذي نستفيده من أمر التواتر؟ الحكم القطعي اليقيني الغير محتاج إلى نظر بثبوت الحديث أو ثبوت الخبر عن المسند إليه الخبر. يشبه هذا ولكن بطريقة عكسية، يشبه في مثلا الصناعات هناك يعني مراقبة جودة لفرز الأشياء المعيبة، هناك عيوب لا تحتمل النظر، يمكن أن يقوم بها أصغر عامل في الشركة وأقلهم خبر على أول خط الإنتاج، يعطوه عيوب فجة غير محتاجة لاختبارات ولا المعامل ولا القياسات، هذه معيبة تماما استبعد. ماذا استفادت الشركة بأن وضع قائمة بالعيوب البارزة؟ استفادت سرعة البت فيها بدلا من إرهاق لجان الاختبارات وغيرها، هؤلاء قد يكون وقتهم أثمن ومرتباتهم أعلى إلى غير ذلك، فضلا على أن المنتج صار ينقل يعني هذا كله عبء. فقلنا هناك عيوب بارزة يجعلها على أول خط الإنتاج ويوظف لها أناس من أقل الناس مهارة لأن الموضوع واضح، القضية هذه معيبة عيب بارز استبعد. هنا العكس، هناك قد يوجد خبر يعني واضح جدا أنه هو في غاية الجودة وكذا وكذا، فيكون هذا يقال عنه أنه متواتر ويستفيد العلم القطعي. في الواقع أن بعض أعداء السنن وظفوا هذا الأمر توظيف سيء جدا، حينما قالوا طالما أنكم قد أقررتم وقسمتم بأنفسكم السنة إلى متواترة قطعية وما دونها ظني، نحن لا نقبل إلا القطعي. نقول إن هذا سوء استخدام للمصطلح، المصطلح وضع لبيان أن المتواتر لا يحتاج إلى نظر ومن ثم سموه قطعيا، ولكن هذا لا يعني أن الآحاد بعد النظر إذا كان النظر قد أدى إلى قبوله أنه مرفوض. عندما ننظر وضعنا شرط التواتر لتوفير الجهد وقبول هذه الطائفة المقبولة بدون حاجة إلى نظر في الرجال ونحو ذلك، ما لم يكن كذلك فهو آحاد. أيضا هذا المصطلح يوظف توظيف خطأ، كلمة آحاد دائما تلقي في الذهن الظلال أنه يرويها واحد، بينما آحاد عندهم في المصطلح تعني ما فقد شرط التواتر. يبقى يمكن أن يكون يروي في كل طبقة 7 5 طبقة فيها 20 والطبقة فيها 5 والطبقة فيها 30، كل ده ليس متواتر أحد، وهناك من ضمنه ما يروي واحد عن واحد. يبقى كلمة حديث أحد ده تشمل قطاع عريض جدا من الأحاديث، هو ده الغالب على الأحاديث أنها تكون أحاديث أحد. ما الذي ينبغي أن يصنع مع أحاديث الأحد؟ النظر فيها لتمييز المقبول من المردود. كما ذكرنا هناك طرف أصل الخبر أو منتهى الخبر الذي هو قائل، على اعتبار أن ابتداؤه عند من يصل إليه الخبر، ثم بينه وبينه سلسلة السند ومنتهى عند المخبر. طبعا كان يمكن أن الآن تجد أسانيد الأحاديث بعشرات الرجال، عشرات الطبقات لطول البعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله تعالى وفق الأمة لعصر تدوين السنة، ثم رويت الكتب
هكذا بأكملها، ثم جاء عصر الطباعة فاعتبر الطباعة عن المخطوطات يقوم مقام السند، وعلى أساس حتى أن هذا له أصل عند المحدثين القدماء من الوجادة أو نحوه. فإذا الكلام هنا على كتب السنة التي تعتبر أصل من أصول السنة. ما هو الكتاب الذي يعتبر أصل من أصول الحديث؟ الكتاب الذي يروي فيه صاحب الكتاب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مسندة ابتداء من نفسه وانتهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب مخصصة لذلك، أشهرها الكتب الستة، مسند الإمام أحمد، لا هذه كتب تجد فيها أن مصنف الكتاب يقول حدثني فلان قال حدثني فلان حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد عصر تدوين السنة صار الذي يريد أن يكتب في الفقه أو أو التفسير أو نحو ذلك يعتمد على هذه الكتب وينقل السند، وربما لم ينقله، فإذا لم ينقله كتب مكانه أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أحمد، أخرجه هذه تساوي ماذا؟ إذا كنت أنت من المعنيين بتقييم ذلك الحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه فسوف تجد السند في كتاب البخاري أو في كتاب أحمد أو في غيره، لأن المتن بدون سند خبر ناقص. أنت الآن في العمل يقولون المدير العام قرر كذا، أنت لا تعرف من اللي قال لك، خبر لا قيمة له. إذن لا المتن من غير سند لا قيمة له، لا بد معه السند. ولكن اختصارا في كتب الفقه والتفسير وغيرها يكتب لك الحديث المتن اللي هو موضع الاستدلال ويحيلك على المكان الذي فيه السند. ثم في العصور المتأخرة صار يكتب لك أن فلان من علماء الحديث نظر في السند وحكم عليه بالصحة أو الضعف، لأنك لن تستطيع أن تفعل ذلك أنت، وهذه هي المحصلة التي تريدها أنت، فيسمون هذا تحقيقا. ولكن القضية عندما نقول أخرجه فلان هذا إحالة على المكان الذي تجد فيه السند. كتب العقيدة التفسير التي كتبت قبل عصر تدوين السنة أو بالتوازي معها، ولا تكاد تجد كتب فقه في هذا هذا التاريخ، سوف تجد أنها أوردت ما استشهدت عليه من أحاديث مسندة، فتصير هذه الكتب من أصول كتب السنة. تفسير ابن جرير الآن ممكن تقرأ في أي كتاب وتجد التخريج يقول إيه، رواه ابن جرير، يعني هذا هو المتن. وإذا أردت السند فستجده في تفسير ابن جرير هنا. وهذا يختلف مثلا عن الكتب التفسير التي كانت بعد عصر تدوين السنة ومن باب التبرك أو المحافظة على السند يقول كما رواه البخاري بسند قال كذا ويقول السند، وهنا قال السند بيغنيك انك ترجع تدور في كتاب البخاري أو في، لكن ابن جرير كان يسند الأحاديث إلى نفسه، فهو أحد مصادر السنة، إن هو كان يجمع السنة حديث حديث وجمع الأحاديث التي المعنية بالتفسير مسندة سمعها من فلان وهكذا وأوردها مسلم. إذن نحن نحتاج المتن مع السنة. ماذا نفعل؟ عندنا صاحب الكتاب، ده بداية السند. لذلك لو عندنا مؤلف ضعيف يكون ان المحصلة ماذا؟ كل الكتاب ضعيف، وارد تكون فيه منه احاديث صحيحة لكن هتكون صحت باسناد اخر، لكن هذا آفة الكتاب مؤلفه، اذا كل اللي، وبالتالي البعض بيتذاكر يقول ماذا ستصنعون في الأحاديث الصحيحة، هناك أحاديث ضعيفة وهناك أمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك.
فبنقول له في علم الحديث وفي السند وفي إلى آخر. يقول ماذا لو جاء رجل وضاع فلفق أسانيد هي من أعلى درجات الأسانيد صح، ولفق لها أحاديث موضوع، فسوف تحكمون عليها أنتم بالصح؟ نقول لهم انتظر، هذا الوضاع أين وضع هذا الكتاب؟ إن نسبه إلى مجهول صار هذا الكتاب سقط، لأن المؤلف مجهول، وإن نسبه إلى نفسه صار كل ما فيه موضوع بهذه الأسانيد. هذه أسانيد حتى لو كان فيها شيء صحيح نراه من الطريق الأخر. فلا يوجد جزء مستتر من السند، أو إن كاتب الكتاب لا ينظر إليه، البعض بيظن كده أو يعني بيشغب بهذه الشبهة. وهذا كان يعني كتبها راجل يدرس في كلية الآداب في كتابه عن المصطلح، كتب هذا الكتاب يدرسه على الطلبة مادة مقررة على الطلبة، ولكنه فينا يقول هذه المادة لا قيمة لها، وستظل السنة مع كل هذه الضوابط ومع كل هذه الجهود لا يوثق بها، لأنه يمكن أن يأتي كذاب أو وضاع فيفعل كذا. هذا غير صحيح بلا شك، لأنه هذا صاحب الكتاب هو أول حلقة في حلقات السند لابد من النظر فيها. يبقى أول شيء بننظر فيه صاحب الكتاب ده، بداية السند، نهايته، النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سنحتاج؟ سنحتاج أن ننظر في صاحب الكتاب، هل هو ممن يوثق برواية بشهادته أم لا. يعني رجل عنده دين يحجزه عن الكذب ولا ممكن يكذب، فضلا أن يكون ثبت عليه الكذب، فضلا أن يكون ثبت عليه الكذب فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، حتى لو كان تاريخه يقول أنه ليس عنده من الديانة ما يحجزه عن الكذب فلا يثق بخبره هنا. ولكن هل يكتفى بذلك؟ أن القضية هنا قضية رواية، ويوجد قد يوجد فرق طويل وفترة زمنية طويلة بين التحمل والأداء. مصطلح المحدثين يقولون إن سماع الراوي يسمونه تحملا، ثم روايته لمن بعده يسمونه أداء. فنتيجة لأنه قد يطول الفاصل بين التحمل والأداء، قالوا نحن نحتاج مع شرط الديانة إلى شرط الضبط، أن يكون عنده أداة نثق بها أنه أدى الحديث كما سمعه. قالوا وما هي هذه الأداة؟ قالوا إما أن يكون ممن يكتب ثم يملي من كتابته. ماذا نستفيد لو أنه يكتب ثم يملي من حفظه؟ فإما أن يكون من الحفاظ الأثبات فيسمونه ضبط صدر، وإما أن يكون ممن يكتب ثم يملي من حفظه. وهذا أوجد موضوع آخر عند علماء الرجال، الذي يكتب ما حال بصره، وهل كان بصره جيدا أم كان ضعيفا، أم كان جيدا ثم ضعف، ما حال خطه. ولذلك المحدثين يقولون لا يهمنا حسن الخط ولكن يهمنا وضوحه. الإنسان يكون خط شكله جميل جدا لكن في النهاية الحاء والجيم والخاء عنده زي بعض، والبه والنون والته زي بعض. لا، أو ما يهمهم الوضوح حتى لو بيكتب لنفسه، لأنه سيقرأ بعد سنوات ربما. إذن صاروا يهتمون بقضايا الضبط وفرع عليها موضوعات. قالوا في مسألة تانية ظهرت معانا، احنا محتاجين نقيم كل حلقة من حلقات السلسلة، لا يجوز أن نقفز على حلقة ولا نقيمها.
ده شيء واضح. ولكن حصل أحيانا وده ظاهرة وجدت واضطر المحدثين أن يتعاملوا معه، ودي موجودة في أخبار الدنيا كما هي موجودة في أخبار الدين. تعالى المثال اللي احنا نتكلم عليه، يأتي لك رجل هو زميلك في العمل وأنت تثق في خبر، يقول لك أن مدير الفرع يقول أن المدير العام قال كذا، وأنت تتوهم أن الآن هذا الرجل موثوق بخبره ينقل عن موثوق بخبره ينسب إلى المصدر فتثق بهذا الخبر، ثم تكتشف أن هذا الصديق نقل عن واسطه ولم يخبرك. لو أنه قال سمعت أو دخلت على مدير الفرع فقال لي كذا يبقى كاذب، يكون كاذب وهذا يعني رد بعد ذلك تماما، ولكن يقول قال مدير الفرع كذا وأنت تتوهم هو موجود في نفس المكان، فمن أين يكون قد أتى بهذا كم دخل عليه، أنت الذي توهمت ذلك، وهناك حلقة مفقودة، فصار هناك تفتيش عن الحلقات المفقودة ثم تقييم كل حلقة. هذا هو موضوع علم المصطلح. يعني هذه كانت مقدمة على يعني كيفية تمييز المقبول والمردود من السنة. أنا استكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.